طيب كيف تجد الأسرة وتعاملها مع المريض النفسي ودعمها للمريض النفسي؟ بعض الأحيان ترى يمنعون أنها تروح إلى الطب النفسي. صحيح. يمنعون الأبناء أو البنات. نعم للأسف موجودين، يعني احنا شوف صعب، وفي كل مجتمع بالعكس. في كل مجتمع وفي كل مكان هم موجودين، لكن ليسوا يعني الحمد لله مثل قبل، يعني او الناس بدأت تتغير، بدأت تتعلم. البيوت الان ما شاء الله يعني نسبة الأمية عند المجتمع هنا ولا شيء، اللهم لك الحمد. بدأت الناس تقرأ، بدأت الناس تتثقف، وزي ما قلت لك مو بشرط ان الجميع يأتي عنده مشكلة نفسية او معناته مريض نفسي، لا. صاروا الحين يستبدلون بعض المسميات، يسمونه مثلا عيادة إرشاد شامل، لايف كوتش اللي يسمونه، مدرب حياة، هو مختص اصلا، بس يقول لك يا اخي ما نبغى نسمى عيادة نفسية، فكونا من التكفون يعني، خلونا اقول لكم لايف كوتش يعني. طيب كيف ترى دعم مثلا الاسره النفسيه؟ هذا العلاج الاسره هي اللبنه الاولى في تحسن الحاله. يعني انت ابنك لما يكون تعبان في البيت وتهمله تلقاه بتتاثر صحته، لكن لما تكون انت الاب صاحب القرار في انك توديه تساعده، سواء حتى لو مركز الحي اللي جنبك، لو عنده ألم في بطنه أو مثلا عينه أو في إذنه أو حتى الزكام، فأنا عاجز يعني حتى يشعر هو نفسيا أنك أنت سبورت داعم له. فمهم جدا أنك تشارك في اتخاذ الخطوة. وعلى فكرة في علاج جمعي يستخدمونه في علم النفس، أي نعم، العلاج الجمعي مهم جدا، يدمج الأسرة أو حتى الأصحاب والأقران اللي عندهم نفس المشكلة. هل هذه موجودة؟ أنا أشوفها دائما في الأفلام والوثائقيات، بس ما أدري هل هي موجودة عند الاجتماعي. في ناس عندهم مرض معين يتجمعون في جروبات واتساب. أحسنت. هذا يدعم هذا وهذا يدعم هذا، إيه هذه مرت علي وكذا وهذا يدعم هذا. تشوف أنها مناسبة؟ هي مناسبة لو تم إدارتها من قبل مختص، لأن التجارب أيضا ما تعمم، تجارب الأشخاص ما تعمم الآخرين يعني، لكن لما تدار من قبل شخص مختص متمكن بهذا المجال جيد. لكن على فكرة أنا أشوف اليوم مثلا أنه ما شاء الله تبارك الله بالعكس أصبح الوعي مثقف، يعني في ناس تلجأ مثلا المختص النفسي إذا عنده مشكلة نفسية، المختص الاجتماعي إذا عنده مشكلة اجتماعية أسرية، يعني حتى أتيح الآن لهم يعني برامج تواصل حتى أونلاين لو ما هو قادر يروح، زي ما قلنا اتصال أو عيادات إلكترونية موجودة. فأنا أشوف أنه إحنا في فترة جميلة جدا متوفر فيها أشياء كثيرة، حتى جوالك عن طريقه تقدر تستعين بشخص يقدم لك المساعدة، سواء بمقابل مادي على قولتنا أو حتى مجاني أو حتى صديق لك. لما شخص يكون قريب منك فاهم وعارف، لا تكتم مشكلة الكتمان هذه والكبت، أحد الحيل الدفاعية النفسية، هي تؤثر على الأشخاص على المدى البعيد وهو ما يشعر فيها، يكبت يكبت. تحدث تحدث، ما في مانع، شوف صديق لك شخص كويس، شخص متفهم لحالتك، ممكن أقدر ألقاته مدردش معه، يسمع مني فقط. إذا ما وجدت أحد حتى لو مع نفسك، في فنية يسمونها فنية المقعد الخالي، كرسيين فاضية تمثل دور أنك الشخص اللي عنده مشكلة، وفجأة تمثل دور الشخص اللي قاعد يساعدك. ففترة تجلس هنا شوي، فترة تجلس هنا شوي، أو ممكن تكتب وتفرغ هذه الأفكار في مذكرتك.